سلام صديقتي، ان شاء الله دائما في تمام الصحه والعافيه. جبت لكم اليوم موديلات عصريه، موديلات انيقه، موديلات جد رائعه من الجبادور المغربي. فمن خلال هذا الفيديو غادي تشوفوا موديلات متنوعه، موديلات اللي مختلفه تماما. كنتمنى انها تعجبكم ان شاء الله وتستوحي الاطلاله ديالكم من خلال هذا الروائع. فالفصالة ديال اليوم ديال الجبادور فيها فصالة اللي متنوعة، غادي تعجب ان شاء الله جميع البنات وايضا حتى السيدات. غادي نبداو صديقتي الفيديو ديال اليوم اللي كنتمنى انه يعجبكم وكنتمنى انكم تستوحيوا الاطلاله ديالكم المستقبليه من خلال هذا الروائع. كنتمنى ايضا انكم تعبروا لي على الراي ديالكم من خلال التعليق ديالكم وايضا من خلال اللايكات ديالكم ان شاء الله الى عجبكم الفيديو. غادي نبداو صديقتي باول موديل. فكما كتلاحظوا معايا الموديل جد انيق وبسيط، كما كتلاحظوا معايا كيجي باليدين اللي كيجيو قصيصرين، بالطريزه اللي كتجي في جهه واحده من الصدر بالسفيفه، بالحزام. موديل اللي يمكن لكم تلبسوه في جميع الاوقات لانها قطعه عمليه وخفيفه. غادي تشوفوها في عده الوان، جميع الالوان ديالها جد رائعه وانيقه. غادي ندوزو صديقتي من بعد هذا الموديل، غادي نشوفو موديلات اللي مختلفه تماما على هذا الموديل هذا، كنتمنى ايضا انها تعجبكم. فكما كتلاحظوا هذه القطعه كتجي خفيفه في اللبسه ورائعه. كاين حتى هذا الموديل كما كتلاحظوا معايا، موديل اللي تقليدي ديال الجبادور اللي كنعرفو، بالسروال بالشوميز ديال الفوقانيه بجاب العقيد وبزواق المعلم. كاين هذا الموديل هذا اللي داخل اكثر من رائع، كما كتلاحظوا معايا داخله فيه زواق المعلم بواحد الزواقه اللي جد رائعه. الفصاله ديال اليدين كما كتلاحظوا فصاله عصريه بحزام خفيف. ايضا هذا الموديل كما كتلاحظوا موديل اللي جبادور عصري، كيجي انيق جدا بعقيدات اللي كيجيو صغارين بحزام اللي عصري. السروال ديالو كيجي واسع كما كتلاحظوا معايا، كيجي رائع في اللبسه. فهذا جبادور بلمسه عصريه، كيجي بطريزات عصريين ايضا في القدام ديال الجبادور. غادي ندوزو الموديل اخر عصري كما كتلاحظوا معايا، كيجي على شكل فيست في الابيض، وايضا هذا الموديل اللي في الاسود كيجي بالعقاد في الجناب ديال الكول اللي جاي على شكل فيست، بسميطة عصريه بجيوب رائع جدا. فكما ذكرت معكم في البدايه ديال الفيديو غادي تشوفوا معايا موديلات اللي عصريه، كيجي بالسروال ديالو اللي كتجي فيه واحد الافتتاحات صغارين من التحت. ايضا هاد القطعه قطعه جد عصريه، وايضا هاد الموديل اللي كيجي اكثر من رائع، كيجي بالكول طالع، كيجي باليدين اللي كيجيو واسعين. وايضا هاد الموديل، موديلات كلهم غزالين وعصريين وعمليين. وكاين هاد الموديل اللي كيجي بالحزام في الجنب وكيجي بالكول على شكل فيست، وداك الكول كيجي مطرز بزواق المعلم، نفس الموديل غير في الثوب فاش مختلف. كيجي السروال ديالو ايضا بنفس الثوب ديال لافيست الفوقانيه. كاين هذا الموديل حتى هو نفس تقريبا الموديلات السابقه اللي شفنا، وكاين هذا اللي كيجي على شكل شوميز اللي كيتلبس مع لي جينز، كيجي اكثر من رائع، قطع اللي عمليه وخفيفه. كنتمنى صديقتي ان الفيديو ان شاء الله ديال اليوم يكون خفيف ظريف ويكون فيه موديلات ان شاء الله اللي يكونوا عجبوكم واستمتعتوا بهم. كنشكركم جزيل الشكر، غادي نضرب لكم موعد الفيديو القادم ان شاء الله. دمتم بخير.